أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إحنا ما زلنا بنحكي عن الأنتينيتال كير، وآخر حاجة الأسبوع اللي فات أو المحاضرة اللي فاتت حكيناها عن النيرسينج دايجنوسيس والبلانينج، وبعدها حكينا عن الرولز. اليوم إن شاء الله بدنا نحكي عن الإمبلمنتيشن، هناخدهم واحدة واحدة. يعني أول حاجة بدنا نحكي عن المشكلة اللي هو physical and psychological and life style changes. في طبعا عدة لغات، هنا الكلام كثير شوي اليوم، كله كلام مألوف. وهذا أول حاجة أو أول إشي نقول تبعنا أو أول intervention: teach the woman reasons for fatigue. طبعا إحنا هذا اللي ماشيين فيه، إنه إحنا بنحكي عن أسباب الفتيق، بعدين ايش اللي نعمله. الفتيج غالبا نتيجه الريلاكسيشن هرمونز، بالذات البروجسترون والافكت اللي بيعملوا على السليب سنتر، وبالتالي الست بتصير ما تنامش بشكل كويس اثناء الحمل. في اللاست ترايمستر بصير انه الوزن الزياده اللي بتشيله، هي عمال بتشيل، ما قلنا في الاسابيع الاخيره وزن الست اثناء الحمل بيزيد بحدود 12 كيلو، ففي الأسابيع الأخيرة بتبقى شايلة لها كل يوم، أو مش كل يوم، كل لحظة كل ثانية شايلة زيادة 7 8 9 10 11 12 كيلو حسب الشهر الحمل تبعها. بالتالي كله هذا مرهق. أنت شوف، امسك بس شيل لك إزازة مية لترين ومد إيدك فيها، شوف قديش هذه بتتعبك. About 8 hours of rest is needed at night. بنيات تنام 8 ساعات كل ليلة. Inability to sleep may be due to excessive fatigue during the day. انت لاحظ حالك، احيانا في بعض الناس لما يتعبوا كثير في النهار بينام كويس بالليل، بس بعض الناس اذا شوي تعب في الليل، في النهار اقصد، في الليل ما بيعرفش ينام كويس، وبالتالي كأنه بنقول برضه بدناش ترهق نفسها في فترة الليل. In the later months of the pregnancy, sleeping on the side with a small pillow under the abdomen بيريح، بالذات احنا قلنا ان هي تنام على الجنب الشمال افضل من الجنب اليمين، بس الجنب اليمين مش عاطل، وقلنا ليش؟ لانه قلنا انه اليوترس بميل ناحيه اليمين شويه. Frequent 15 to 30 minutes rest periods during the day، مهمه جدا انه كل فتره تريح حالها، تقعد لها ربع ساعه نص ساعه، ويفضل طبعا انه ترفع رجليها على مخده على اساس كمان، وهذا الكلام حيجي معنا لاحقا، لانه على اساس تخفف الاديمه ونخفف قصه انه يصير دوالي في رجليها. Whenever possible the woman should work while sitting، اذا بتقدر، اذا مدرسه تشرح وهي جالسه او قاعده او شيء زي هيك، اذا في حاجات في المطبخ بتقدر تعملها وهي قاعده على طاوله المطبخ ولا شيء بيبقى افضل، واذا بترفع رجليها بيبقى احسن واحسن. The woman should avoid standing for prolonged periods of time، بالذات في الثيرد ترايمستر، لانه في الثيرد ترايمستر بيبقى اليوترس ضارب على الفينز اللي بترجع البلد للمين سيركيليشن، وبالتالي بتزود الفرصه للاديمه في رجليها وبتزود الفرصه للفاريكوز فينز. النقطة الثانية: help the woman to plan for adequate exercise and activities. Sports that have risk of bodily harm should be avoided. طبعا احنا الحمد لله بناتنا لا بيلعبن كوره ولا بيلعبن باسكت ولا بيلعبن ملاكمه ولا مصارعه، فالشيء هذا شويه عنا. طبعا بدنا نعلمها عن good nutrition، وهذا حنحكي عنه بشكل مفصل المحاضره الجايه، النيوتريشن اثناء البريجنانسي. بس بشكل عام خلينا نقول انه الحاجات المهمه اللي بدنا اياها تزودها البروتينز والكالسيوم والفيتامينز، هاي اهم ثلاث حاجات بدنا اياها تزودهم، يعني الكربوهيدرات بحدود بشي معقول. تالي زائد طبعا الحديد، الحديد مهم جدا مع الفوليك اسيد، لانه على اساس احنا قلنا انه حجم دمها بيزيد، فبدنا حجم كرات الدم الحمراء يزيد زياده توازي زياده البلازما في الدم، على اساس انه نخفف من حده الانيميا اثناء الحمل. الكالوريك انتيك بدنا اياه يزيد بحدود 400 كالوريز في النهار، وبالتالي الست اذا كانت، طبعا هذا الكلام بالذات في السكند ترايمستر من الحمل، تذكروا انه احنا قلنا في اول ترايمستر او في النص الاول من الحمل
وزنها بزيد كيلو، بعد هيك بزيد نص كيلو كل أسبوع، بالتالي ما بلزمش نضلنا نزغط فيها زي ما بنزغط ذكر البط من أول ما تحمل، وين ما تروح عند أمها عند أختها عند حماها يزغط فيها، آه يا عم كلي عشان أنت شايلة نفرين. لا، الكلام هذا في النص الثاني من الحمل بمشي الحال شوي. طيب، لو واحدة كان بلزمها 2000 كيلو كالوري في النهار قبل ما تحمل، معناته في بعد ما صارت حامل بصير بلزمها 2400. طبعا الكلام هذا أكثر بصير أوضح في السكند هاف أوف برنسي. According to her lifestyle, culture, income, eating patterns، بدنا ست تعمل planning للميلي ديلز تبعتها. البروتين فودز، طبعا البروتين موجود في حاجات كثير، مش بالضرورة بس في اللحم والحاجات والسمك والحاجات هذه الغالية شوية. طيب، الحمص والفول والعدس برضو فيهم بروتين، بقوليات فيها بروتين. الملك والملك برودكتس، برضو الملك فيه بروتين وبالذات فيه كمان كالسيوم، الكالسيوم بيلزمنا انه نزود. الجرين برودكتس، الحبوب برضو فيها بروتينات وفيها فايبرز وفيها الياف وفيها فيتامينز. الليف جرين فيجيتابلز، وهي لازمانا لانه فيها معظم الفيتامينز موجوده في الخضار، زائد انه لاحقا حنحكي كمان شوي انه الكونستيبيشن كومن اثناء البريجننسي عشان يساعد انه يخفف من حده الكونستيبيشن. الفيتامين سي، وعارفين انه لانه هو بيلزم لامتصاص الحديد، واحنا قلنا قبل شوي الحديد ايش لازم عندنا. طبعا فروتس والفيجيتابلز عشان جسد الفيتامينز. We need the woman to carefully evaluate the dietary intake of overweight or underweight women. طبعا اذا اجت الست ولقيناها انه وزنها بزيد اكثر من اللازم، بدنا نقولها لا، خفف الاكل شوي. اذا جاتنا الست بعد ما احنا قلنا غالبا كل شهر في زياره او كل 4 اسابيع في زياره، اذا جاتنا الست ولقينا وزنها في ال4 اسابيع زايد نص كيلو والله كيلو، لا، بدنا اياها تاكل بزياده. احنا بنحكي على من 20 اسبوع وفوق. قدر الامكان بدنا نقلل الحاجات اللي فيها قهوه، لانه الحمد لله ما شاء الله بناتنا هالايام الواحده بتشرب القهوه في المقات هذول اللي حوالي 300 مللتر الواحد. السموكينج بدنا نبطل التدخين، لانه قلنا ممكن يؤدي لسبونتينيوس ابورشن او يؤدي لوفاه البيبي او انه ينولد وزنه صغير، او ممكن يؤدي لمشاكل وانه يتوفى في النيونيتال بيريود، فبدنا اثناء التدخين ما تدخنش. وحكينا برضو عن الالكوهول انه برضو اتس نوت سيف ديورينج بريجنانسي، وبالتالي المفروض الست انه برضو توقف الالكوهول في الفتره هاي. بالنسبه للعلاقه الزوجيه بدهم يغيروا البوزيشنز، لانه ممكن يكون بعض البوزيشنز متعبه للست. ديلينج النقطة الخامسة، assist the woman in her employment planning. طبعا بشكل عام الحمل ملوش علاقة بالشغل، خصوصا إذا كان شغل ما فيش فيه مجهود بدني كتير، وإحنا بالذات عندنا في مجتمعنا معظم الستات إيش بيشتغلوا، يا سكرتيري يا مدرسي يا ما شابه. أكثر حاجة متعبة يمكن في الشغلانات تبعت النسوان الستات اللي بتشتغل ممرضات، بالذات إذا بتشتغل في العمليات ولا شيء، لأن بتضلها واقفة طول معظم الوقت، بالتالي ممكن يكون متعب لها. وبالتالي ما فيش سبب إنه تبطل الشغل إلا إذا في مضاعفات وإشي بيرهقها. It is desirable to avoid severe physical strains and get adequate periods of rest. قدر الإمكان أثناء فترة العمل إنه نقدر نوفر لها بعض الفترات اللي تلتقط فيها الأنفاس تتريح فيها. بشكل عام سواء حامل او مش حامل المفروض الكل يتعلم انه كيف يستخدم جود بودي ميكانكس لما بيرفع حاجه ثقيله من الارض ولا شيء. مش مفروض يطمن، اخذت الكلام هذا في الاسس، المفروض انه يجنبز هيك، يثني ركبه يثني مفصل الحوض، ياخذ الاشي يقربه على البادي سنتر تبعه ويقوم، خصوصا انه احنا الجرافيتي او السنتر اوف جرافيتي تبع البادي مع البريجنانسي وثقل البيبي الجديد هذا اللي مش اللي جاي باتجاه واحد، صار عمل خلل في الجرافيتي سنتر. عشان هيك بتشوف الستات في الثلث الاخير من الحمل بتبقى ماشيه ودافعه صدرها لقدام وحانه حالها لورا، كان عامل زي ذكر البط ولا زي الحمامه ماشي. وحتى البعض بيقول لك بيعمل زي اللوردوسز في
في المراحل الأخيرة من الحمل. Avoid toxic substances and radioactive substances أساس أنه تحافظ على صحة البيبي تبعها. بالتالي إذا بتشتغل في قسم أشعة في مستشفى أو ما شابه بدهم ينقلوها، ما تصورش أشعة، ممكن تعمل حاجات برا، تشتغل كاتبة على الباب والله إشي عبين ما تخلص فترة الحمل تبعتها. Begin child care planning if employment after birth is planned. طبعا احنا عندنا ما فيش مشكلة، الحضانات موجودات، او اذا بدها تخلي البيبي عند حماتها او عند امها او عند حد قريب، او تدفع لحد من جاراتها، تدفع لها مبلغ معين على اساس تدير بالها على البيبي، كله بيمشي. نيجي لبعض الديسكومفورتس اللي بتصير في البريجنانسي، ومن اهمها واللي الستات ما بحبنوش اللي هو المورنينج سيكنس، اللي هي عبارة عن انه الست غالبا بتحس في نوزيا ساعة ما تصحى من النوم، ونادرا ما بصير، او في بعض الاحيان خلينا نقول ممكن يصير في بعض الفوميتنج، وهذا غالبا قلنا بصير في فترة الصبح. السبب بشكل عام مش معروف، ولكن البعض بيربطه في الهرمون الهيومن او ال HCG. الهرمون هذا ليش ربطوه في المورنينج سيكنس؟ لانه قال لك انه هذا بيبقى مرتفع بشكل كبير في اول ترايمستر، والمورنينج سيكنس بيبقى موجود في الفيرست ترايمستر، وبالتالي طالما هذا موجود هذا موجود ممكن يكون انه هو السبب. فهمنا من الكلام هذا انه المورنينج سيكنس بيخف بعد الثلث الاول من الحمل ما يخلص، يعني في السكند ترايمستر والثيرد ترايمستر بتصير حدة المورنينج سيكنس أقل. طبعا عوامل أخرى ممكن تساهم في المورنينج سيكنس اللي هو الإموشنال أبسيت، الأرق والتعب والقلق، بالذات إذا في باد إكسبيرينس للست أو لحد من قريباتها، أو الهايبوغلايسيميا اللي ممكن تنتج. الهايبوغلايسيميا أنا ممكن تنتج لأنه احتياجات الجسم، تنسوش أنه الجسم بيبدأ يصدر الجلوكوز للبيبي، وقلنا بصير يستخدم بشكل أكثر، يعتمدوا على الفاتس كمصدر للطاقة. طب إيش الحل؟ إنه الست أول ما تصحى من النوم ما تقومش من الفراش تبعها، تقعد في الفرش تبعتها وتاكل دراي كربوهيدراتس. أفضل حاجة للدراي كربوهيدراتس موجود عندنا بسكوت القصمات الكراكرز، أو إذا خبز محمص، لأنه الدراي كربوهيدراتس بتقلل من النوزيا. طبعا اذا بدها تقوم من النوم وتصحى وتجيب كيس القصمات ما تاكلش لحالها، ما هو جوزها اللي جنبها بحبه برضه زاكي. Eating small frequent meals is helpful، يعني بالذات في فترة الصبح لو اكلت حاجات خفيفة، لو فترت على مرتين كل مرة تكون لها كمية صغيرة من الاكل، لانه كل ما زاد الاكل في المعدة كل ما زادت النوزيا. نفس الوقت بدها تبعد عن الhard to digest food، أكل اللي صعب الهضم تبعه، and greasy foods المقالي، لأن الزيوت والأكل هذا ممكن يزود النوزيا، أو الأكل اللي ريحته نفاذة، يعني بعض الأطعمة مثلا زي إذا رحت دخلت على البيت وأمك عمال بتحضر بدها تعمل ملفوفة، بتسلق الملفوفة أو زهرة أو فاصوليا أو حاجة زي هيك، هاي للإنسان الطبيعي ممكن تعمل له نوزيا، فما بالك في الست الحامل. نيجي للUrinary Frequency اللي قلنا هذا بنشوفه في الفيرست ترايمستر في الأسابيع الأخيرة من الحمل، وقلنا إنه السبب لأنه المثانة جاي قدام اليوترس، وبالتالي في الفيرست ترايمستر اليوترس بيبقى في البلفيك كافيتي، فبيبقى عامل بريشر على المثانة فبصير في Frequency. وفي الستات البرايما جرافيدا بصير اللايتنينج او الانجيجمنت او الديسندنج للبيبي، بيبدا يحضر حاله للولاده في اخر ثلاث اسابيع من الحمل. عشان هيك اذا ذاكرين في الاماكن تبعت كيف وين تحس الفندس تبع اليوترس، قلنا على 37 اسبوع بيبقى واصل الزيفويد بروسيس، وعلى 40 اسبوع بيبقى نازل لتحت شويه، لانه بدا البيبي يتحرك لتحت يحضر حاله
للخروج من بطن أمه. فطبعا في هذه الحالة حيرجع لما راس البيبي يبدأ يدخل في البلفك كافيتي حيضغط تاني على البلادر، وبالتالي ممكن يصير في فريكوانسي في اليورينيشن. طبعا البريفنشن ما فيش له حل هذا، يعني ما فيش امكانيه نيجي نقول اول ما يصير حمل اطلع الى اليوترس برا البلبس، بالتالي الست بدها تتحمل. انما قبل الحمل المفروض كل ست وبشكل عام انه اي كل الستات المفروض يتعلموا على الكيجل اكسرسايز اللي حكينا عنها في الميديكال سيرجيكال سي لما كنا نحكي عن يورينري انكونتيننس، انه الست تعمل كونتراكشن للبابوكوكسجيال مصل اثناء الفويدنج، تمسك توقف اليورين تمسكه. طبعا كل ما زادت الفترة كل ما كانت أكثر، 3-4-5 مرات كل مرة أثناء التبول، كل مرة إذا بتقدر تمسك البول لخمس أو 10 ثواني بيبقى كويس. هذا بيساعدها كمان في المستقبل إنه ما يصيرش عندها يورينري انكونتيننس. بدنا إياها تشرب سوائل بس فترة البيد تايم يعني بعد العشاء تقلل من السوائل او بلاش سوائل علشان ما تصحاش في الليل مره ومرتين تروح على الحمام. طبعا ملوش تريتمنت، نفس الكلام اللي حكينا عن البريفنشن، وبالتالي بدنا نطمن الست انه هذا فيش فيه مشاكل. ممكن تلبس بادز على اساس لو نقط اليورن والله اي شيء تغير البادز ساعد كل صلاه او ما شابه. اذا صار في علامات UTI burning sensation او ما شابه او اليورين صار كلاودي، انا في هذه الحاله بدي اتراجع الطبيب عشان يعمل لها فحوصات، واذا يوتي اي يوصف لها دواء لليوتي اي. نيجي للهارت بير. هارت بير اللي هو الحموضه نتيجه بريشر اوف ستومك من بعد الجروينج فيتاس في المراحل او في الثلث الاخير من الحمل، بصير البيبي حجمه كبير بيضغط على الاستومك وبالتالي بيخلي الاستومك ما فيش وسع فيها، بصير الاكل بصير فيه له ارتجاع على الاسفيجس. So pressure on stomach from enlarged uterus والافكت تبع البروجسترون اللي كمان بيعمل dilatation للاستومك، وفي نفس الوقت بقلل الموتيليتي والدايجستشن، فالاكل بضله قاعد لفتره اطول في الاستومك وبالتالي بزود فرصه للريفلكس. غير هيك البروجسترون كمان بيعمل دايليتيشن للكاردياك سفنكتور اللي بتعمل فاصل ما بين الاسفيجس والاستومك، وبالتالي بصير فيه لما صار دايليتد بعض الاكل ممكن يرجع من الاستومك على الاسفيجس. طبعا هذا فيه كميه كبيره من حمض ال HCL اللي ممكن يعمل دمج للميكوسا تبعت الاسفيجس ويعمل هارت بير. طيب ايش الحل؟ كمان مره small and frequent meals، بدل ما تاكل 3 وجبات في اليوم تاكل 5 تاكل 6، لانه كل ما قلت قل حجم الاكل في المعده كل ما قلت فرصه ارتجاع الاكل على الاسفيجس. ممكن تاخذ بعض كميات البسيطه من الحليب يعني لما تحس حالها انه في حرقان في معدتها بخفف من الاعراض. local anti acids soothe the mucosa and neutralize the acid reflux. طبعا من اشهر الانتي اسيدز اللي هو المانوكس، بس طبعا الحاجات هذه يفضل انه الست تاخذها بعد مراجعه الطبيب تبعها. بس بشكل عام بدناش اياها تاخذ معلقه كربون الصوديوم بايكربونات الموجود عندنا في كل بيت، لانه الصوديوم بايكربونات الصوديوم الموجود فيه بيزود منسوب الصوديوم في الجسم، وبالتالي بيزود نسبه الفلويد ريتينشن، بيزود الاديمه اللي ممكن تحصل في رجليها. Avoid or limit gas-producing foods، الأكل اللي بيعمل غازات، الفجل والملفوف والزهرة والفاصوليا والحاجات اللي زي هيك، لأنه كل ما زادت الغازات بزيد الريجرجيتيشن وبزيد الفرصة إنه يصير في هارت بير. كمان بدنا نتجنب الفاتي أسيدز على أساس إنه برضه يخفف من نسبة الحموضة. نيجي للباك أك، وجع الظهر. السبب انه relaxation of joints نتيجة بعض الهرمون منها البروجسترون. pregnant woman center of gravity كمان صار في خلل، وبالتالي صار في الست بتعمل compensation وبتمشي والشولدر تبعتها بتدفع ظهرها لورا وصدرها لقدام، وبالتالي ممكن قلنا بيعمل زي اللوردوسز عندها، وطبعا حيعمل back pain لها.
طبعا زائد ما تنسوش انه الوزن الزياده اللي صار في جسمها نتيجه انه هي حامله في بطنها 6 7 كيلو في بطنها زائد فلويدز 5 6 لتر زياده فلويدز، فصار عندنا 11 12 كيلو زياده في جسمها، فهذا كله حيأثر على الجرافيتي سنتر وانها حامله الثقل هذا ماشي فيه 24 ساعه بتتحرك فيه، فهذا ممكن يزود الفرصه للباك بين. المانجمنت بدنا نقول بوستشر قدر الامكان وهي واقفه تحاول توقف جسمها عدل، افويد فتيق وحكينا عن الفتيق في البدايه. ساعه النوم بدنا اياها تنام على فرشه جامد فيم علشان ما يصيرش اعوجاج في العمود الفقري. بدنا اياها تلبس ملابس مريحه، بدنا اياها تلبس جزمه مريحه ما يكونش كعبها عالي، الكعب يكون بكل الاحوال اقل من 5 سم. Reassure that the condition will disappear. ممكن حتى بعد الولادة تقول كم من أسبوع، أربع خمس ست أسابيع بعدها ممكن تختفي الألام هاي. نيجي نكمل مع الباك، حكينا احنا على الباك أك. نيجي للريسبيراتوري ديسكومفورت اللي كمان مرة نتيجة الضغط من الجروينج فيتس على الديافرام، الديافرام ببطل ينزل تحت. تذكروا بس قبل هيك قلنا ربنا سبحانه وتعالى ادى حاجه ثانيه تعوض انه الديافرام بنزلش لتحت، انه قلنا انه الديامتر تبع الشست سيركمفرنس بزيد بحدود 5 6 سم، وقلنا كمان انه حجم الالفيولاي بزيد مع البروجسترون بتصير كميه والبرونكو دايليتيشن بتصير نتيجه البروجسترون، وقلنا انه التايدال فوليوم بيزيد وعشان يلبي الاحتياجات المتزايدة من الأكسجين اللي بيلزم للست وللبيبي نتيجة البيبي، وجود البيبي نتيجة زيادة البيسال ميتابوليك ريت تبع الأم نفسها. طيب وقتاش بصير لاحظ حتلاقوا الستات في آخر شهور بيكونوا تعبانات خالص، بقول لك وقتاش أكب هالنقلة؟ إذا برايما جرافيدا لما يصير لايتنينج وبداية الإنجيجمنت في آخر ثلاثة أسابيع بيبدأ نفسها يتحسن وبتبدا تصير عندها urinary frequency. Provide relief by semi fowler position او high fowler position، كل ما كانت قاعده يعني بشكل عمودي او قريب للعمودي صدرها بتكون افضل. ليش؟ لانه الجرافيتي بتسحب البيبي لتحت فبخف البريشر على الديافرام، بصير الديافرام ينزل لتحت مسافه اطول وبالتالي بتزود حجم التايدال فوليوم تبعها وبتحسن الاكسجينيشن للبلد. طيب انا ممكن كمان تنام في السيمي فاولر بوزيشن، تحط لها كم من مخده وراها عشان برضو نفس الكلام تخفف البريشر على الديافرام. Some relief obtained with good posture and standing tall، توقف او تقعد على كرسي. طبعا اكسرسايز ما بدناش اكسرسايز تجهد اكثر من اللازم، ما تنسوش انه الاكسرسايز بدها اكسجين بزياده. Eating small amount of food لأنه برضو لما تأكل أكل بزيادة حيعمل بريشر على الديافرام وبالتالي يقلل أو يزود الريسبيراتوري بروبلمز تبعتها. إذا بتدخن المفروض توقف الدخان. إذا في أعراض بزيادة والشورتنس اوف بريث والديسميا زادت تراجعوا الطبيب، لأنه مع إذا كان في سيفير أنيميا ومنسوب كميات الأكسجين اللي بوصل للخلايا قل راح يصير يبعث رساله للريسبيراتوري سنتر انه زود معدل التنفس، فممكن يزيد هذا يعمل شورتنس اوف بريث للست، او اذا بالتالي بلزم نراجع الطبيب، او اذا عندها اي هيستوري اوف كرونيك بالمنري ديزيز لازم برضه تراجع الطبيب. نيجي للفاريكوز فينز اللي ممكن يظهروا في اللور اكستريميتيز في منطقه الفالفا في البلفز او في الانال اريا. الكوز ممكن يكون في بعض العوامل الوراثيه لها علاقه في الموضوع، ولكن بشكل عام اليوترس هذا اللي فيه بيبي عامل بريشر على الفينز في الجزء السفلي من جسم الست، مع ريلاكسيشن نتيجه للفينز نتيجه البروجسترون كله بعيق البلد ريتين على المين سيركيوليشن، خصوصا اذا الست هذه بتوقف لفترات طويله سواء في المطبخ او الشغل، او الست اذا عندها امساك وبتعمل بيرنج داون عشان انه يصير في باول موفمنت، فكله هذا بيعمل دايليتيشن للفينز وبيعمل فاريكوز فينز.
طيب البريفنشن avoidance of obesity. طبعا كل الاحوال وقت الحمل مش هو الوقت المناسب انه الست تنزل وزنها، فالمفروض هذا في البري كونسبشن كير. اذا الممرضات المسؤولات عن البري كونسبشن كير لاحظن انه الست هذه وزنها زياده، المفروض انهم يساعدوها انها تقلل وزنها. تالي بدنا تتجنب الاوبيزيتي، بدنا تتجنب الوقوف لفترات طويله لانه هذا حيزود البلد كونجستشنز في البين في اللور اكستريميتيز، وكمان بدنا اياها تتجنب القعدة لفترة طويلة لأنه هذا حيقلل البلد كتير الموجود في منطقة الأنس. بدنا اياها ما تلبسش الأوعى الضيقة، هذا البناطيل الضيقة اللي مش عارف كيف بلبسنها البنات، وبدناش بدنا اياها تتجنب البيرنج داون، وخلينا نقول كمان تتجنب الكونستيبيشن عشان تتجنب قصة الهيمورويدز. قدر الإمكان بدنا اياها تعمل اكسرسايز بس بشكل محدود بشكل مش مرهق. المانجمنت البريفنشن جزء منها، الزيادة عليها بدنا الست تزود فترات الريست، ريست فريكوانتلي باي سيتنج اور لاينج وذ ليجز اليفيتد قدر الامكان، قلنا كل فترة بدنا اياها ترتاح لها لمدة ربع ساعة لنص ساعة. اذا في فاريكوز فينز في رجليها بدنا اياها تلبس سبورتنج ستوكينجز تبعت الدي في تي اخذتهم مع الدكتور يوسف. بالنسبة للست إذا صار عندها هيمورويدز أو علشان تتجنب الهيمورويدز بدنا إياها تبعد عن الكونستيبيشن، apply cold compresses and avoid sitting or standing for prolonged periods of time. طبعا تتجنب البيرنج داون، بدنا إياها ترتاح كل فترة تريح حالها. إذا كان في valvar varicositis بدنا برضو فترات راحة كل شوية، وساعة ما تنام تحط مخدة تحت البلفك إيريا والبوتوكس عشان ترفع البلفز يصير أعلى شوية، وبالتالي يحسن البلد ريتين على المين سيركيليشن. طبعا كل الكلام هذا بيختفي بعد الولادة. نيجي للليجر كرامبس اللي ممكن تصير نتيجة الكمبريشن للعصب اللي بيغذي اللور اكستريميتيز نتيجة الانلارجد يوترس، او نتيجة نقص في منسوب الكالسيوم، او زيادة الفوسفورس. ما هو الفوسفورس عكس الكالسيوم، اذا زاد الفوسفورس بقل منسوب الكالسيوم في الدم. طبعا بزود الليج كرامز مع الفتيق، بزود الليج كرامز. إذا في poor peripheral circulation بتزيد الفرصة للليج كرامبس. المانجمنت بدنا نتجنب الفتيق، بدنا نحاول نخلي الرجلين دائما دفيات. Frequent periods of rest مع إنه الرجلين يضلوا مرفوعات لفوق، وقلنا قبل شوية حتى لو بتشتغل إذا بتقدر تشتغل وهي قاعدة وترفع رجليها على كرسي أو ما شابه. قدر الإمكان بدنا أديكوت كالسيوم تيك، لا احنا قلنا الكالسيوم بدنا اياه بزيادة، تنسوش انه الكالسيوم غير انه الأم بدها كالسيوم، البيبي عشان يبني العضلات ويبني الماسكولوسكيليتال سيستم تبعه والجهاز العصبي تبعه والبلد كلوتينج فاكتورز تبعته بده كالسيوم. رول اوت بلد كلوتس، يعني ممكن اذا كان في وجع في رجليها وكرام من هذا ممكن يكون في دي في تي او ما شابه، وهذا عن طريق انه تفحص للهومان ساين اللي كلكم عارفينها، انه تمسك المشط تبع رجل وتتني ومفصل الركب يكون عدل، ترفع رجل لفوق وتتنزل، تشوفوا لعيبه الكوره لما بفكوا الكرام تبعهم. اذا في وجع طبعا ما تعملش مساج ولا تستخدم كمادات دافئه للرجل، اذا ما فيش شيء اعراض دي في تي ممكن تستخدم كمادات مي دافيه ومساج للرجل. طبعا اذا في صار تشنج في الرجل عشان for immediate relief بدنا نعمل الكلام اللي بتشوفوه لتابعين الكورة، انه تعمل dorsiflexion للمشط القدم على اساس انه تخفف او تفك الكرامب. بالنسبة للleg and ankle edema طبعا هذا غالبا non-pitting edema، قلنا هذا غالبا موجود بشكل normal
حتى حتلاقي الست البنت إذا بتلبس شبشب الله يعزكم مقاسه 38 ولا 39، حتصير في الفراغ من المراحل الأخيرة مع الإيدي من هذا تجيبلها، ما تلاقيش شبشب مقاس 42 تجيبلها شبشب إسلام عشان تلبسه. So pressure السبب الضغط من الجرافيد يوترس على منطقة الحوض زي الكلام اللي حكيناه قبل شوي في الهيمورويدز، لأنه بيعيق البلاد ريتير وبالتالي بتزيد الفرصة للإديمة. طبعا اللي بزوده بزياده اذا الست هذه بتقعد لفترات طويله، تقعد على كنبه او على كرسي او بتوقف لفترات طويله في فتره النهار. طيب المانجمنت صار ما دام عارفين السبب صار العلاج معروف، انه بدها تتجنب توقف لفترات طويله او تقعد لفترات طويله. اذا بدها تقعد، تقعد على فرشه او على سرير وتمد رجليها، واذا بترفع رجليها على مخده بتبقى افضل وافضل. avoid constrictive clothing الملابس الضيقه تتجنبها. Rest frequently with legs elevated عشان يحسن the blood return. Refer to the physician إذا صار generalized edema. الإديمة في الوجه، في الإيدين ممكن حاجة خفيفة، إنما في الوجه في السكرال أريا في الحاجات هذه هذا كلام مش طبيعي، وهذا ممكن يكون علامة preeclampsia اللي حنأخذها لاحقا إن شاء الله، وبالتالي لازم تراجع طبيب. ممنوع الدايوريتكس في فترة الحمل إلا إذا في سبب، طبعا هذا الكلام نورمال، وبالتالي بما إنه نورمال ما بيلزمش دايوريتكس. طبعا بدها تتجنب الحاجات المالحة اللي فيها صوديوم بزيادة قدر الإمكان، عشان الصوديوم أنتم عارفين إنه بيعمل ووتر ريتينشن. نيجي معلش حنطول لنا 3 أو 4 دقائق على أساس لازم نخلص الموضوع هذا. الفاجينال ديسشارج او الليكوريه، احنا حكينا اثناء التغيرات العاديه انه قلنا نتيجه البروجسترون بصير في هايبرتروفيك وهايبر اكتيفيتي في طبعا مع البروجسترون والاستروجين للسكريتنج جلانز اللي بتفرز الميوكاس الموجوده في السيرفكس، عشان هيك قلنا بصير في افرازات بيضة ما لهاش ريحه ما لهاش مشاكل. العلاج تبعها انه to avoid douche اللي هو اللي بنسميها الحقنة المهبلية، ممنوع تعمل. بعض الستات بيعملوا الحقنة المهبلية بخلوا هذا، لا ممنوع الكلام هذا مش صحي. بدها تحافظ على personal hygiene تبعتها وتنظف حالها وتشطف بعد استخدام الحمام، طبعا تستخدم perineal pads مطمن الست. وقتيش الموضوع بصير مقلق؟ اذا صار الحاجات اللي حكيناها سابقا، صار في خلل في الكلر تبع discharge قلنا مفروض ابيض، اذا صار عصفار او خضار معناته في infection، وفي او اذا في ريحه كريهه قلنا بصير في ريحه زي ريحه السمك شويه هيك مش كويسه. اذا صارت بعض الاعراض او صار itching المفروض تراجع الطبيب عشان يوصف لها antibiotic. بالنسبه للبريست بصيروا تندر وبصير في irritation في النبز، وهذا ممكن يكون مزعج للست، وهذا نتيجة الهرمون اللي changes استروجين وبروجسترون اللي بيعمل hypertrophy في الماماري جلانز، وبالتالي حجم البريست بزيد والبروجسترون بيعمل dilatation وبالتالي blood supply للمنطقة بتزيد، pigmentation نتيجة زيادة الميلانين بزيد، الحجم تبع البريست بزيد، بصير في prominence للنبلز والاريولاز وكله بزيد نتيجة الهرمونال تشينجز. طب الحل انه بدنا الست تو وير ويل سبورتنج بريسيرز، سنتيانه تكون حجمها مناسب اللي تدعم وتشيل التقل تبع البريست، على اساس انه لو ضل التقل بينزل لتحت بزود الالم للست في البريست. بدنا اياها تغسلهم بالذات النبلز بمي فقط، تتجنب الصابونه لانه الصابونه عليها معظمها مواد كيماويه عشان تخلي ريحتها منيحه، والمواد الكيماويه بتعمل اريتيشن للسكن. بدنا اياها تمسك النبلز تعملها بين اصابعها وتعملها رولينج 3 أو 4 مرات في اليوم، خصوصا اذا في الست عندها انفرتد نبل. لاندونيل كريمز اللي هو الفازلين تستخدمه حوالين منطقة النبلز بالذات إذا في كولسترام، حيعمل طبقة عازلة طبعا بعد ما تغسل منطقة الأريولا بمية وتجففها، عشان يعمل طبقة عازلة حتى لو نزل كولسترام ما عملش irritation للسكن. بضل عندنا الانكزايتي
بدنا نخفف الانكزايتي تبعت الست. طبعا بدك تعرف ايش السبب الانكزايتي، بدك تشوف ايش البرسبشنز والاكسبكتيشن تبعت الست، خايفه من الولاده، ليش خايفه من الولاده، عمليه الولاده خدها. يعني طبعا في بلاد برا ممكن ياخذوها على الكشك الولاده ويورجوها ايش الوضع جوا، وان هذا احنا الكلام هذا ما بصيرش عندنا. encourage the couples to attend childbirth education، بعملوا لهم كلاسز، كمان هذا الكلام مش موجود عندنا. بدنا نعلمها البريذنج اكسرسايز، انه ما بين الكونتراكشن تعمل زي بانتنج، تلهت عشان يصير تركيزها في التنفس، مش انه تبدا تعص على حالها، وهذا الكلام حنجي لاحقا لما نحكي على الكير في الانترا بارتم كير. Have the woman identify when to come to the birthing center. بدنا نعلمها مش كل شوي كل ما حست بطلقه يلا، بالذات البرايمر جرافيدا لقيهم راحوا ثلاث اربع مرات على المستشفى، اقول لهم لسه بدري روحوا. وقتيش البرايمر جرافيدا تيجي على المستشفى؟ لما يصير الفتره بين كل طلقه والثانيه يصير طلق منتظم، وتصير المده الزمنيه بين كل طلقه والثانيه من 5 لـ10 دقائق. للمالتي جرافيدا وقتيش يصير الطلق منتظم؟ لانه هان المالتي جرافيدا مدة الولادة بتاخذ وقت أقل من البرايمري جرافيدا. بدل ما نحضر الست للبيرنت هود هي والأبو، have the woman and the couple discuss the perception and expectation of the new parent hood. طبعا أول بيبي بقى مبسوطين وكيفين، التاني بتخف، بعد الثالث بتقول يا ريته ما أجا، والرابع بتصير مشاكل، يمكن طلق مرته، مين قال لك تحملي، كأنها جارت من دار أبوها. Perception of their idealized child. طبعا بيبقى كل واحد احلامه بيها، طب انت اسمر وكوشي ومرتك سمر وكوشي، بدك يطلع اشقر وعينيه زرق، لمين بيطلع اشقر وعينيه زرق؟ فيعني لازم expectation تكون في حدود المنطق. Perceptions and expectation of infant sleeping، بدك تحضر حالك انك تصحى من النوم وترضع وتغير ومش عارف ايش، وانت اللي متعود تنام 6 7 ساعات ما حدش يقول لك وين انت، لا في نونو صغيره الحين حيصحيك من عز النوم، وهو اللي حيتحكم وقتيش تنام وقتيش تصحى. وقتيش بده يرضع وقتيش الحاجات هذه كلها. طبعا احنا هذا من الاكسبيرينس، البنت بتبقى شايفه امها، والا اذا كانت هي البنت اخر العنقود مشكله، يعني ما شافتش صغار برا. فيزيكال بريبريشن فور ذا نيو بورنز، حضر صغير، حضر مأواه. وطبعا وبتبدا البنت تحضر شنطه وجاهزه ساعه ما بدنا نروح على المستشفى علشان ولد، يلا هات الشنطه وتعال. وبدك تحضر كيف بدها تسوي مواصلات اذا صار. طبعا هالايام في مكاتب تاكسيات، في اي وقت تطلب تاكسي، هذا إذا أنت ما عندكش سيارة أو حد من أخوتك عنده سيارة. النقطة الأخيرة اللي هو الإيفالويشن، طبعا هذا كونتينوس بروسيس، كل بدنا نشوف إذا الست فاهمة عن النقط اللي حللناها. تدعوا هاي السلايد لحالكم، وبالتالي أستودعكم الله وإلى لقاء جديد إن شاء الله.